فعلا عملها شونغ اكس بونغو، عمل بطولة على فورتنايت تقدر تدخلها من داخل اللعبة ولح تقدم جوائز ولح تقدم كل شيء. فانا هلا بهذا الفيديو لح اقول لك عن كل شيء بالنسبة لهي البطولة وكيف تشارك فيها لبطولة شونغ اكس بونغو الجديدة اللي هي لح تكون بعد 3 ايام من هذا الفيديو. فاذا انت ما لحقت حالك ب 3 ايام راح عليك وجبت العيد ما حتفوت بهالبطولة. وطبعا انا منزل عليها من زمان كتير، تقريبا من شهرين، من يوم 23/6/2020 نزل على هاي البطولة وحاكي انه فعلا رح يجينا بطولة من شينغ احمد اكس بونغو، هيك اسمه تقريبا، وكلياتكم كنتم مو مشتركين، يعني اللي شفتوا الفيديو انتم كلياتكم مالكم مشتركين، 96% منكم مالكم مشتركين. ليش يا شباب؟ شو الفكرة انك ما تشترك؟ بس يعني لو حابب انت المحتوى وبتستفاد ليش ما بتدعم يعني؟ وبس الموضوع خلص، يعني لو انت حابب تدعمني بهذا الموضوع سهل جدا وبسيط، فاتمنى تدعموني لو انت اول مرة عم تشاهد فيديو على القناة ونوصل 20,000 قبل نهاية هاي السنة. فيلا مع بعض نشوف بطولة شينغ اكس بونغ امتى وقتها وامتى تواريخها وكل شيء عن البطولة. فهلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. يا شباب هلا مبدئيا انا اسمه عندي شونغ اكس بونغ، هيك رح انطق اسمه، فانا ما بعرف اذا الاسم غلط او لا لانكم انتم كنتوا تتمألسوا علي بالفيديو الماضي انه مو هيك بنطق اسمه. فهو اسمه يا شباب شونغ اكس بونغ، انا هيك رح انطق اسمه طول هذا الفيديو فضحكوا براحت. الموضوع يا شباب انه شونغ اكس بونغ نزل تغريده على تويتر قال فيها: مساء الخير جميعا، حابب اعلن لكم عن بطوله باور شونغ الرسميه من ايبك جيمز وفورتنايت مي بتاريخ 10 اغسطس، يعني بعد 4 ايام من هذا التاريخ. البطوله رح تكون تريو، يعني رح تكون 3 أرينا، يعني انت لازم يكون معك 3 ورح تلعب طبعا أرينا، رح تكون من الساعة 8:30 للساعة 11:30 بتوقيت طبعا السعودية، هذا هو التوقيت الرسمي للبطولة يا شباب. فهلا انا رح اقول لكم كيف رح تشاركوا فيها وشو لازم تعملوا حتى انتم تشاركوا فيها وبعض الشروط اللي الناس عم توقع فيها. واقول لك انا ليش ما عم بقدر شارك بالبطولة يا نعيم، انت ما عم تعرف تشرح. انا رح اجيب لكم شغلة يلي هي رح تخليك تشارك بالبطولة لو انت مالك مشارك. هلا تمام لحد الان وشفنا كلام شونغ على راسي، والله هذا الزلمة اسطورة انه عمل هيك شيء. فهلا خلينا مع بعض نفوت كيف تشارك بهي البطولة. مبدئيا يا شباب شونغ حدد اوقات انه هي من 8:30 لل 11:30، طبعا 8:30 بالليل اكيد ما حتكون 8:30 الصبح، لمنطقة الشرق الاوسط، المنطقة اللي حتكون شرق الاوسط، معنات هذا الكلام انه السيرفر اللي حيكون ميدل ايست، هي تمام هون لحد الان ما حيكون اوروبي، السيرفر اللي حيكون ميدل ايست يعني لاصحاب الناس اللي ساكنة عند شونغ اكس بونغ، مثل السعودية ومثل البحرين ومثل الدول هي التانية اللي انا الصراحة مالي حافظهم كلياتهم مشان ما اكذب عليكم، فهي مهم انك انت اصحاب الميدل ايست اللي هن اللي حيشاركوا بهذا الموضوع، الاوقات اللي حرد عيدها، انا اسف اني حرد عيدها، من الساعة يا شباب 8:30 للساعة 11:30 مساء، خلصنا من موضوع الوقت وخلصنا عن كل شيء، والتاريخ رح يكون يا شباب 10/8/2020، يعني بعد 4 ايام من تسجيل هذا الفيديو. هيك انا حكيت الوقت وحكيت التاريخ، انا هيك عم بحكي كتير ما بدي نقص عليكم وما بدي اياكم تغلطوا من هذا الموضوع. مبدئيا انك انت لازم هلا تسجل بالبطوله وبدك تلعب، مبدئيا بتنزل على الرابط اللي تحت بالوصف، بتلاقي اول رابط او اول كلمه بتلاقيها بالوصف، بتكبس على هذا الرابط بحولك على شركه ايبك جيمز او على موقع الرسمي تبع ايبك جيمز. اول شيء لازم تكون متاكد انك انت مسجل دخولك، مسجل بدخولك على الموقع، ما تفوت بلا ايميل طبعا وتقلي ليش انا ما عم بقدر اسجل، لازم تفوت على الموقع بالايميل، يعني تحط ايميل ايبك جيمز اللي انت بتلعب فيه، مو ايميل تاني، بتحط الايميل اللي انت بتلعب فيه بتظهر امامك هي الشاشه. بعد ما ظهرت امامك هي الشاشه بتكبس على كلمه تسجيل الصفراء، كبست على التسجيل صار لون رمادي، صار مكتوب مسجل. تمام لحد الان الموضوع بسيط وايزي الموضوع وخلص هذا الشيء، وهيك احنا خلصنا التسجيل بالبطوله ومبروك عليك. المنطقه اللي حتكون للخادم الشرق الاوسط فقط لا غير، حصريا مثل ما مكتوب يا شباب بالبطوله، انا ما حاحكي شيء، هذا كله شغل نظامي وانا ما حكيت شيء من عندي. وبالنسبه للنقاط يا شباب، النقاط اللي حتكون بالشكل الثاني، كيف تجيب النقاط؟ النقاط رح تكون بالفيكتور رويال رح تاخذ 6 نقاط، ورح تكون من التوب 2 للتوب 9 رح تاخذ 3 نقاط، ورح تكون من التوب 12 للتوب 21 رح تاخذ 2 نقاط، وبالنسبه لل 24 ل 30 رح تاخذ نقطة واحدة، وكل إليمنت أو كل قتلة رح تقتلها رح تاخذ عليها نقطة واحدة. أنا هيك بكون شرحت كيف تسجل بالبطولة وكيف شروط البطولة وشلون تجيب النقاط وكل شيء تمام لحد الآن، وبدي أقول لكم على الشغلة البسيطة اللي كلياتكم عم توقعوا فيها، الموضوع يا شباب إنك أنت لازم تكون مفعل الـ 2FA، الـ 2FA يعني المصداقية الثانية، لما أنت تفوت على الإيميل تبعك ببعثوا لك إيميل، يا أما على رقم التليفون ببعثوا لك كود سري، يا أما على الإيميل ببعثوا لك كود سري لحتى تقدر تفوت بالبطولة، مشان الله يا شباب لا حدا يفوت يسجل بالبطولة هو مو مفعل الـ 2FA لأنه ما حيقدر يفوت بالبطولة، وأنا ما دخلني إذا أنت رحت ما معك 2FA وحاولت تسجل بالبطولة وما كنت تقدر تفوت بالبطولة، أنا والله ما دخلني، أنا هيك بكون شرحت لكم كل شيء، أنا ليش هيك حكيت وليش قلت ما دخلني وهذا الموضوع؟ لأنه معظمكم إنه عم يكتب لي تحت بالتعليقات إنك أنت ما عم تعرف تشرح وشرحك مو ظابط ومدري شو مدري شو، فأنا
هيك يعني ما عاد في شيء يشرحه اكثر من هيك، يعني ما عاد فيني الا غير حط لايك واشترك بالقناه وفعل زر الجرس واستخدم كود دعم بالاتم شوب نيمو 9، لانه فعليا 96% من الناس اللي شافوا الفيديو القديم تبع بطوله الشونغل الجديده ما حدا حط يا اشتراك ولا حطوا شيء، يا ريت تدعموني يعني مو اكثر من هيك. بتمنى تكون استفدت. وبس هذا هو المقطع تبعنا اليوم، بسيط جدا. انا اليوم صار لي منزل 3 مقاطع، فهذا مقطع مختصر رح يكون، فانا بدي غطيكم هالبطوله لانه الوقت ضيق. انا مشان هيك نزلت هذا المقطع بسرعه لانه الوقت ضيق 4 ايام، فبدي الناس بهالاربع ايام تشارك بالبطوله، وبدنا ارقام عاليه يا شباب لهي البطوله. فشكرا لكم وبرعايه الله.